ازيكم؟ على النهارده هنشرح برنامج مهم جدا في المدارس التعليم، اللي هو برنامج توزيع الطلاب على قوائم الفصول. طبعا كل فصل بيبقى فيه قائمة حسب بقى نظام كل مدرسة، الفصل فيه 20 طالب، 25 طالب، 30 طالب، 40 طالب. فاحنا هنشوف دلوقتي عندنا المفروض كل الطلبة الجدد دخلوا في المدرسة وتسجلوا، وعندنا بياناتهم كلهم واسمائهم، وعاوزين نعمل ايه بقى؟ نوزعهم على قوائم الفصول. هي قوائم الفصول، تمام كده؟ يبقى توزيع، برنامج توزيع الطلاب على قوائم الفصول ده برنامج مهم جدا، هنشرحه دلوقتي ونشرح طريقة عمله، وهنوري كمان الكود بتاعه. هنفرجكم دلوقتي على الكود يا حضرات. كل اللي انا عامله ان انا مثلا عندي كل الطلبة بتوعتي اهم، دول الطلبة اللي هم الجدد، 150 طالب، 300 طالب حسب كل مدرسة، تمام؟ فأنا كتبت الكود بتاعهم وحطيته بالفيجوال بيزك اللي هو الفي بي اي الخاص بالوورد، ففتحت ماكرو. فأنا هفتح ماكرو Alt F11، وبعد كده الكود بتاعي اهو. ادينا دخلنا على الكود بتاعنا اهو. طبعا هنا انا في الاول خالص عملت صب وسميته distribute students، تمام؟ لو غيرت هنا خليته دبل اس مثلا، فهلاقي ان هنا بيتغير معايا على طول الصب بره، تمام؟ شيل الاس دي تبقى ايه؟ اس واحد، شايف؟ تمام. وعملت بقى هنا الفاريبلز اللي انا هستخدمها. طبعا في فاريبل مهم جدا اللي هو السورس دوك، ده اللي بياخد الملف بيقراه، اللي هو فيه الطلبه اللي هم كل الطلبه 150 طالب 300 طالب. وبعد كده انا هقسمهم كام بقى؟ هقسمهم كام؟ هقسمهم student per class، فهقسمهم مثلا ايه 25 طالب، عايز اقسمهم 20 طالب، ماشي؟ انا 20 طالب مثلا في كل فصل، اوكي؟ فانا غيرت بدل 25 20 طالب زي ما انت شفت. وبعد كده خلصت كل الاجراءات بتاعتي، وهو الملف بتاعي هينزل فين؟ هيبقى الملفات هتنزل في الدوكيمنتس، وهيبقى اسم الكلاس كلاس، وبعد كده هيبقى كلاس 1 كلاس 2 كلاس 3 كلاس اكوردنج لايه الفاريبل اللي هو كلاس اندكس. تعال نجرب كده ونعمل ران اهو. ران انا كده اهو، دلوقتي بيكريت الفصول متعوتي بيعملهم. هنفتح فصل فصل ونشوفهم دلوقتي مع بعض. البرنامج موجود معايا، اللي عاوز يتصل بيا تليفوناتي موجودة في الفيديو، وكل وسائل الاتصال موجودة على الفيديو. لو انت عاوز ان انا اقسم لك الفصول ما فيش مشاكل، اهي ابعت لي قائمة الفصول وانا هقسمها لك. فهتنفتح هنا في الدوكيمنتس اهي، هتلاقي عندك ادي كلاس 1 2 3 4 5 6. طب افترض ان انا عايز مثلا اعمل 15، تعال نعمل 15 كده. ندخل هنا كده فرضه في الكود بتاعنا اهو، وهنخلي في كل كلاس 15 طالب. فبدل ما هم 6 فصول هيزيدوا طبعا، هيبقوا مثلا 7 فصول 8 فصول. تمام. فتعالى برضه الرن هنا كده، رن كده اهو، رن. احنا قلنا لما شفناهم دلوقتي المره اللي فاتت كانوا 6 فصول، اكيد طبعا دلوقتي هيزيدوا. هم مثلا احنا 120 على 15، يبقى عندك لو هم 90 هيعملوا 6، وهيبقى عندك كمان فصلين زيادة، يبقى هيعملوا 8 فصول. هنبص دلوقتي هنلاقيهم زادوا فصلين، وغير كمان ان الفصول اساسا الاولانية اتغيرت، لان هي كانت توزيع 20 طالب، بقت ايه 15. فاصبح انك انت تعدل الموضوع ده بسهولة جدا جدا جدا، وتقدر هو هنا بياخد سطر سطر، فتحط يعني مثلا حط مثلا رقم الطالب، معلومات عنه اذا كان لغه فرنسيه المانيه، تمام؟ تقدر تحطها في نفس السطر، وتروح برده مع الطالب في نفس السطر، وبعد كده تقدر تعمل تكريت تيبل وتحط تنسق الحاجه دي اهو، بقيت 8 فصول، شايف؟ لو فتحت الكلاس الاولاني دلوقتي هتلاقي فيه الطلبه بتوع الكلاس الاولاني، وهتلاقيهم 20 طالب بالظبط. اهو ادي كلاس 1. فلو كلاس 1 مثلا قبل اروى دي مثلا كان فيه الرقم بتاعها او الايميل بتاعها او اللغه الثانيه فرنش ولا دوتش، تمام؟ هتلاقيها جنبيها، تمام كده؟ او لو هي في سنه ثالثه مثلا هي رياضه ولا علوم، هتلاقيها جنبيها، تمام؟ وبعد كده تقدر تعمل تيبل بسهوله جدا، تعمل التيبل دوت، تمام كده؟ اهو.
اتمنى انك تكون استفدت من الفيديو دوت. لو عندك اي تعليق اكتب وانا هرد عليك كتابة او بفيديو. لو عايز البرنامج اتصل بيا، التليفونات موجودة عندك. سلام.